خير. صباح الورد. الله شنو هذا؟ والفل والياسمين. طلع طلع. لا لما يعني لما بدي يعني اعمل فطور بعمل فطور. ايه طبعا. انزين بس شو حبيبتي؟ بخاطري خبز رقاق. خبز شو؟ خبز رقاق. رقاق؟ هذا الخبز الرقيق شو تسمونه؟ رقيق يعني يكون كذي. الشراك. والله شراك. اسمه شراك رقاق. مشتهي خبز شراك. بس جربي هاي وغمسة تغميس كذي. أيوة. الله أنت شو كسرتينا؟ لأني عمل هيك. شنو هذا؟ شو؟ لا شو نايف لحظة تعورك؟ ما في شيء. تعور قول والله. فيش إيش شو مالك؟ إذن اسمعني خل نروح للطبيب نشوف هذا. ليش أروح؟ ما فيش إيش يا هياتها. عشان خاطري. خلاص أكل أنت الحين لما تخلص نقوم نروح أوكي؟ لا الحين قوم بدل. كنت أخلي الدكتور يضحك علي بقول لي أنت جاي تفحص عشان بقعتين عمر وأنت بتأخذ كيماوي. أنت ناسي إنه أنا مريض سرطان. بكرة راح تلاقي بقع هون هون هون. أسوي لك فحص كل يوم. أسوي لك فحص بعد كل يوم لأن أنا تعبت وأنا أحس إن أنا اللي مرضتك. تعبت وأنا أحس إن لو ما أنا كان أنت ما وصلنا حق كان وصلنا صار وخلاص. أنا مريض ما بدك تستوعبي. أنا آسفة. خلنا نروح نغير جو مع بعض شوي ننسى أوكي؟